الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لله الحمد على هذه النعمة أن جعلنا والمحسن الكرام من المدركين لعيد الأضحى المبارك للعام 1442 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليهم أعواما عديدة ومرات عديدة، وأن يوفقنا فيه إلى طاعته، اللهم آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى من دولة قرغيزيا، هذه الدولة الطيبة، أن يتقبل هذه الأضاحي وهذه النفقة من المحسن الكريم عدنان حسن با حرث، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن تأتي هذه الأضاحي بأشعارها وأصوافها وأوبارها شفيعة له يوم القيامة، اللهم أمين. وأن يكتب له بكل شعرة فيها حسنة، وأن يكتب له من الأجر ما بين قرغيزيا إلى المملكة العربية السعودية، والله يضاعف لمن يشاء. اللهم تقبل، اللهم تقبل، فمنك وإليك الفضل يرجع يا رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير.